شفتم معانا جزء من فيلم الجحيم الأبيض، والفيلم ده هو مشروع تخرج لثلاث طلاب من كلية الفنون التطبيقية قسم سينما، وهلتقي مع عمر شاش وهو من المخرجين الثلاثة اللي أخرجوا الفيلم. مساء الخير يا عمر. احنا شفنا فعلا في الفيلم ان الظروف كانت صعبة جدا، ظروف التصوير نفسها كانت صعبة جدا، في أتربة طول الوقت، يعني حتى في البداية في ناس قالت هو ده تلج ولا ايه من كتر اللون الأبيض اللي موجود. ففي البدايه كنت عايزه اسالك، انتوا استعملتوا ايه المعدات اللي انتوا استعملتوها علشان تقدروا ان انتوا تصوروا في المكان اللي كله اتربه؟ يعني كان معاكم ايه غير الكاميرات بتاعتكم؟ احنا مبدئيا كان معانا كاميرتين، ده البيز بتاعنا، كان معانا اضاءه، بس الاضاءه كنا حاولنا نستخدمها في الظروف دي، الموضوع كان صعب شويه. فاضطرينا ان احنا نستخدم الناتشرال لايت في التصوير اللي هو بره، ولو هنعمل مثلا انترفيو او حاجه نبدا نستخدم اللايتنج بتاعنا. غير كده بقى بنستخدم مثلا حاجه اسمها اللي هو فلايك فري كفير فري فلاي، اللي هو بنقدر نتحرك بيه مع الناس وكده جوه، وبنظبط كادرات فيكس، بحيث ان احنا معانا فيكس ومعانا كلوز ومعانا وايد، بنقسم الكاميرات واللينسات على المتاح بتاعنا، بس اللايتنج ما بنستعملش. طب انتوا رحتوا عينتوا المكان في الاول وبعدين بعد كده رجعتوا القاهره واخدتوا المعدات دي معاكم، ولا يعني كانت ظروف الشغل كانت؟ لا احنا ما كانش عندنا وقت خالص. ما كانش عندكم وقت، كنتوا مرتبطين بميعاد تسليم الفيلم. فاحنا رحنا يوم، اول يوم خالص سافرنا في المنيا، ما كناش عارفين حتى هنبات فين. كمان مش عارفين حد. لقينا خلاص مكان، كانت مدرسه داخلي اسمها الفندقيه، قعدنا في المكان ده وقلنا خلاص احنا هنبيت هنا وهنعرف بقى ازاي نروح هناك. بس بالصدفه ان احنا عرفنا نتصل مع سواق ميكروباص، هو قال لنا خلاص انا هوديكوا، انا ما اعرفش حد برضه، انا حتى ما كانش يعرف حد. قال لنا هدخلكوا وان شاء الله خير يعني. وفعلا رحنا معاه، ركبنا ودخلنا الصحراء الجبل، فضلنا ماشيين مش لاقيين خالص، لحد في الاخر بقى بعد تلت ساعه لقينا محجر. دخلنا، حتى كانت الساعه 3 او 4، كانوا هم خلصوا، كانت فاضيه جدا، لقينا الغفير. قلنا له احنا كذا كذا في منطقه بايه وبنعمل مشروع وعايزين نصور هنا. الراجل رحب بينا جدا وقال لنا طب خلاص تعالوا بكره من بدايه الفجر كده الساعه 5 وابداوا صوروا. طب هي دي كانت المعاينة. الناس وافقت بسهوله كده ان انتوا العمال ان انتوا تتكلموا معاهم وكده؟ اول يوم ده ما شفناش حد، فما كناش عارفين المخاطر اصلا. تاني يوم بقى ده اللي احكي لك فيه، دخلنا فعلا نفس سواق الميكروباص، دخلنا الساعة 5 الفجر والدنيا طبعا رعب جدا. لقينا فجأة حد بقى بينادي وبيزعق انتوا مين وبتاع، فاللي هو اهدى بس احنا جايين امبارح وقايلين للغفير ان احنا هنصور هنا. فاحنا اتفقنا انا وعاصم ومحمود خالد ان احنا نقعد معاهم في الاول مثلا ساعتين، بنشرب شاي، بنقعد معاهم، احنا مش هنطلع كاميرات ومش هنطلع اي حاجة ليها علاقة بالتصوير، ياخدوا بس الثقة دي. فعلا ده حصل، وقعدنا معاهم واتكلمنا، نتكلم في اي مواضيع بره التصوير اصلا، وانتوا بتعملوا ايه هنا، وبيحكوا لنا بقى المشاكل بتاعتهم، لحد ما خدوا الثقه. قلنا لهم احنا في منطقه تضايق وعايزين نصوركم وفي مشكله. كان في الاول لا وليه هتصور وده غريب، بس كانوا قلقانين منه جدا. بس لقونا شباب لطيفه يعني، واحنا برضو يعني شكلنا مش مخيف قوي. فالحمد لله عرفنا نطلع ونصور. وخدوا خلاص الثقه اول يوم. جم بقى في تاني يوم في الاخر بدأوا بقى يقلقوا، احنا جينا قبل كده قعدنا يوم كامل، طب انتوا جيتوا ليه تاني يوم؟ كفايه خلاص يوم واحد، وانتوا تبع وزاره البيئه وانتوا جايين تكشفوا علينا. بس برضو بالكلام كده زقينا اليوم ده، والحمد لله صورنا برضو وما عرفناش نيجي تاني.